الجماهير الوداديه كذلك اليوم خلقات حدث كبير تبارك الله، شجعوا غناوا عطاو الدعم للفريق كي دائما كيبقى الجمهور. شوف اول هذه البدايه ديال البطوله ورغم ذلك الجماهير تبارك الله مشات. ننساوش اننا حنا راه في يوم عمل وقت الجمعه اليوم، الجمعه اليوم راه كان يوم عمل اليوم. داكشي اللي بغينا نشوفو دائما الاحتفاليه في الجماهير، الرجاء، الوداد، طنجة، ليفار، جميع الفرق، داكشي اللي كاين. الكوكب اللي عنده جمهور كبير، الكوكب المراكشي واللي عنده قاعده جماهيريه كبيره واللي شفناه يعني فين ولا دابا. والله انه يرجع للمكان الطبيعي ديالو. واخا نرجعوا لموضوعنا، اذا متابعينا الكرام مرحبا بكم في مباشر جديد من مدينه الدار البيضاء، واليوم جينا نتحدثوا على فريق الوداد الرياضي وكذلك الاطار الوطني وليد الركراكي اللي تولى القياده ديال المنتخب الوطني. الوداد الرياضي في اولى المقابلات ديالو اليوم كان تعادل مع الفتح الرباطي اللي كان عرفوه كيقدم مستويات كبيره مع جمال السلامي. تمام. بولتوني زكريا اليوم كيدير بعدا بخير؟ الحمد لله، الله يحفظك. بخير الله يبارك فيك. الحمد لله. كيجاك الماتش اليوم؟ كيجاك انطلاقه ديال البطوله عامه؟ واولا السلام عليكم ورحمه الله، تحيه لجميع الجماهير المغربيه، وحنا شاقين الجماهير المغربيه في الملاعب وشاقين البطوله. صراحه الصيف كنفتقدوا فيه المنافسات الوطنيه والمنافسات الافريقيه صراحه. الحمد لله دابا حنا رجعت للمنافسه ورجعت الجماهير ورجع داك الدفء للملعب. شفنا اليوم جماهير وداد الامه اللي تنقلات في يوم عمل، في يوم الجمعه، في يوم عمل تنقلت باعداد كبيره لمدينه الرباط، حيت حنا عارفين بلي جماهير الوداد البيضاوي راها جماهير ماشي ديال المناسبات، جماهير الوداد جماهير مخلصه للفريق، جماهير في السراء والضراء مع فريق الوداد. اليوم شفنا جماهير كبيره في التلال، الجمهور ما سكتش اليوم ما شاء الله، يعني انا حقيقه تصدمت، ما كنتش كنتوقع ان الجماهير غتمشي بذاك العدد، صراحه ما كنتش كنتوقع. هذه اول نقطه. ثاني نقطه صراحه هي ان الجماهير، الحاجه اللي عجبتني تخيل معايا تمارك البيت على الوداد بقى الجمهور كيشجع ديك الوقيته اللي مارك البيت، كتبان لك لا فيداليتي ديال جماهير الوداد، العشق ديال جماهير الوداد. الوداد راه الا كانت دات العصبه، وهذا العام ان شاء الله بغينا نشوفوا فريق، وبغينا الفريق الوداد يدي ان شاء الله علاش الالقاب اخرى، لكن راه الجمهور ليه الفضل، ولذلك كاين واحد الفئه محسوبه على جماهير الوداد ولا الرجاء ولا اي فريق كتخرج على فرقتها، وفاش كتخرج على فرقتها كيولي ويكلو، فاش كيولي ويكلو الفريق كي بطبيعه الحال كيضعف بزاف بغياب الجمهور صراحه. هذا المايسترو ديال الفرقه خرج الشيء اللي هذاك الشيء اللي كاين، هذاك الشيء اللي كاين اليوم استاذ العزيز. راه صراحه الوداد صحيح، الوداد اول ماتش في البطوله، الوداد مشاو منه اللعابه اللي كانوا ركائز الفريق السنه الماضيه، امثال بنزا، امثال داري، امثال دونك هنا الفريق سي نورمال اول ماتش غادي نتسناو شويه باقي نقدروا فوالا. وتعادل في الرباط راه كيبقى تعادل ايجابي مع فريق الفتح اللي كيقدم مباريات كبيره في امام الانديه الكبيره، امام الوداد والرجاء. فريق الفتح فريق واقف في التيران بلغه الكره، نهضروا بلغه الكره، فريق واقف في التيران، يعني الوداد تعادل كيبقى يعني احسن من الهزيمه اول لقاء. الجمهور اليوم راه كان ممتع اول لقاء. الحاجه اللي كانت ناقصه الصراحه في هذا اللقاء هذا هو ما شفناش داك المتعه في الكره ديال الكره. ماركه الفتح، ماركه الوداد، تسد اللعب صافي، بقاو الفراقي محافظين على نقطه التعادل. دونك الوداد اليوم حنا غنتسناو لقاءات اخرى، مي اللي مهم هو مباراه بركان. الوداد انا متاكد باللي الشغل الشاغل ديالهم هو مباراه البركان، مباراه بركان غتكون في الرباط، وهذه فرصه مع تحياتي للجماهير البركانيه، انا كنهضر كنشجع جميع الانديه المغربيه، هو هذه فرصه بالنسبه للجماهير الوداديه وفريق الوداد باش يرد الدين ديال هزيمه كاس العرش ويفوز بكاس السوبر الافريقي، ويكون هو اللقب اخر غادي تهدى الفريق الوداد البيضاوي والعشاق الوداد الكبار ما شاء الله في المغرب وخارج المغرب. احنا كنتلاقاو مع ناس كنمشيو كنلقاو ناس متبعين الوداد من امريكان، من اسبانيول، من ناس اوروبا، العالم كامل. هذا ما يدل انما يدل على ان الوداد راه فريق كبير وسيبقى كبير. لكن النقطه التي بطبيعه الحال افاضت الكاس والنقطه التي بطبيعه الحال صوفي الكاس هي يعني مباراه ديال البركان. نتمنى خالصا
ورا المباراه ما يكونش اعمال الشيخ، هذا هو اللي مطلوب. انا حضرت مباراه الوداد وبركان ديال كاس العرش، فينال ديال كاس العرش، ما كان صداع صراحه قبل الماتش، مي ورا الماتش هضره كدور ما شفتش بعين. مي انا كنتمنى هذا مباراه سوبر، نتمنى من الله ما يكونش شهر، حنا خوت يتلعب الماتش نمشيو فحالنا. الله يهديكم، الله يجازيكم بخير. الالتراس الله يرحم الوالدين، انا غنقولها واحد الميساج غنقولوا للناس ديال الالترا، اي واحد الترا، اي واحد سواء منتمي للالترا، سواء عضو من اعضاء الالترا، سواء من مسؤول الالترا، الله يرحم الوالدين والله يجازيكم بخير. الى ما حاولوا توعيوا هاد الدراري اللي طالعين، يعرفوا باللي خصني نمشي للتيران نشجع ونخرج، سال الماتش نتقبل. الله يرحم لكم الوالدين، وهذه هي الرساله اللي بغا يوصلوا كاع المغاربه من غير الترا. كاينين بزاف ديال الناس كيتلاقوا معاك يقول لي انت كتوصل هذا الميساج، حاول توصل. انا كنوصل والله شاهد عليه، انني كنقول الله يرحم لكم الوالدين. راه شوف تيفي كتشجع على التسامح، الناس كاملين كيشجعوا على التسامح، ما بغيناش صداع. تفرج، سير لداركم، والديك كيتسناوك، مراتك كتسناك، عائلتك كيتسناوك، ولذلك تفرج وسير لداركم مرتاح. هذه هي النقطه اللي بغيت نشير لها. وعموت اليوم شفنا عموت اليوم ما يمكنش نحكموا عليه في اول لقاء صراحه، ما يمكنش نحكموا عليه في اول لقاء. عموت اليوم دخل اليوم دار تغييرات، مي صراحه انا الحاجه اللي كانت كتعجبني فريق وداد هو فرحان في لا ديفونس، راه مبدا الامن والامان، اللاعب فرحان راه مبدا الامن والامان، فرحان لاعب اللي الحاجه كتعجبني فيه هو ديما الكره الاخرى كيحيدها، صافي كتقول الكره غاديه عند المهاجم كيحيدها، هو الكره الاخرى تمشي باش معروض. دونك الوداد محتاج الفرحان، الوداد محتاج الفرحان، انا كنقولها في هذه الاونه وامام في المنافسات الافريقيه وفي منافسه البطوله راه محتاجه لاعب فرحان. كومارا ما كنعيبش عليه وكنقول لاعب ضعيف، كومارا افتقد ديك القتاليه اللي كانت معهوده عليه، يمكن خصو شويه وي ماشي هذا هو كومارا، حيت كومارا اللي شفنا البيت الاول، كومارا الاصابه ديال كومارا ما بقيناش شفنا كومارا اللي كان في الاول، فوالا ما بقيناش شفنا ذاك كومارا اللي كان في الاول، كومارا كتحس به خصو شويه الوقت. واليوم البيت راه كان يمكن كيتحمل واحد الجزء سوء التغطيه، لان مدافع راه كيوقف، الا شفنا المدافعين الكبار على المستوى العالمي او شفنا المغرب راه كنشوفوا كيفاش كيتدخل داري، الا شفنا داري الكرات العاليه الكرات التحت كيفاش كان كيتدخل. دونك الوداد خصها شويه تغيير. صحيح كاين جاب السيد سعيد النصيري، تحيه من هذا المنبر، لانه جاب لاعبين من طراز الرفيع بعد ذاك الافريقي، راه ما شاء الله الناس كتعاود عليه ذاك السيد، ممكن يكون افضل من بينزا كذلك. اوناجم راه ود الفريق، اوناجم غادي يعطي في الوداد ان شاء الله احسن من الزمالك. ما نساوش كذلك ان الوداد راه باقي فيهم الركائز، جبران ما نساوش كاين جبران، ما نساوش كاين الحسوني، كاين حميد احداد مهاجم قناص. انا كنت كنسال كيفاش الراجا تلقات احمد احداد في التساؤل اللي طرحوه بزاف ديال المناصري ديال الفريق، فوالا علاش مي على العموم قدر الله ما شاء فعل. احداد الان خصو يدافع على الالوان ديال الفريق، احنا لان الوداد غير مسموح لها بالمره، نقولها انا بالرجوله، الوداد ما مسموحش لها بالمره تراخ. الوداد الان راه مصنفه من احسن، نقدر نقول لك احسن فريق افريقي الحين. الان الوداد هي بعبع افريقي، الوداد حاليا الاهلي كتهاب الوداد، ترجع جميع الفرق نقولوا واقعيا شخصيه البطل وي ديجي كاس افريقيا. تحياتي اخويا، الله يحفظك، الله يحفظك ليا، وتحيه لجماهير الماس من دازوا واحد الناس ديال فاس في كازا، تحيه لهم، تحيه لجمهور المغرب فاسيل، والله العظيم لشهاده الحق انني كنتلاقى بهم في كازا، وعزيز عليهم لا جمهور الراجل لا جمهور الوداد، وخاصه جمهور الوداد. مي كيقول لك جي عندنا ناس، شوف ناس صحيح كيعودوا على فاس الاجرام، ولكن واقعيا الناس راه ولاد البلاد ورجال، وتحيه لجمهور الماس ومرحبا بهم في كازا، وغادي نطلعوا عندهم شي نهار. الجمهور الفاسي كيبقى واحد من الجماهير الكبيره والعريقه، داك الشيء اللي كاين بالتيفوات ديالها تبارك الله، الاهازيج ديالها بزاف ديال الصور الجميله، داك الشيء اللي كاين في الملاعب نتمنوهم الله كامل التوفيق ليهم، كيف ما قلنا الماس الشيطوان جميع الانديه، داك الشيء اللي كاين جميع الانديه، جميع الانديه، كل شيء ذكرتي كذلك النقطه قبيله ديال بركان وديال الوداد، ديال بركان والوداد كيبقى احسن ما في هذا الماتش هذا هو انه الممثلين ديالو بجوجهم مغاربه، يعني حكمنا على افريق بهذا المفهوم هذا الشامبيونز على ديك على ديك هذه النقطه مزيان فاش فكرتيني، الله يفكرك في الشيء هذا. فالوداد خصنا نعرفوا واحد النقطه، هو الوداد دابا حاليا تهابوا جميع الانديه الافريقيه، حاليا هو احسن فريق افريقيا، لذلك النصر راه دار اللي عليه. مي انا النقطه اللي خص الوداد البيضاوي
ونركز عليها، ما خاصش اللاعبين يدخلوا من الغرار. حنا بطل افريقيا يدخل من الغرار. الاهلي راه دات عصبه العام اللي راه دات عصبه ودات سوبر ودات سوب. اذا ان شاء الله بغينا نشوف بغينا الوداد ان شاء الله، الوداد ولا الرجاء، شوف اللي دا ما كاينش مشكل. ها هو الوداد، علاش كنركز على الوداد؟ حيت حاليا هي الويفا البطل الافريقيه، وحاليا الوداد جميع الانديه غتلعب معها بحال لعبه نهائي، بحال لعبه براج في البطوله في افريقيا في اي حاجه. لذلك الوداد اللاعبين ديال الوداد يبقاو رجال، يبقاو مقاتلين ويتقاتلوا على قبل داك الجمهور، لان غادي نشوفوا اللقاء الثاني اللي غادي يدخل الوداد في دونور غادي تبان التيران. واقيلا نهار الاثنين اللقاء الثاني على ما بالضبط غيبقى جو بونس. بحكم ان المقابله كاينه ديال سميتو ما عرفتش مزيان، ولكن كنظن بلي نهار الاثنين يوم الاثنين فوالا غادي يكون هنا عاد الرباعي. يعني شوف لعيبو عار لعاب خدمته، شنو هي كرة القدم خدمته، هي كرة القدم. كينوض كيصبح على كرة القدم، كيمسي على كرة القدم، كينعس كرة القدم، أي حاجة عنده كرة القدم. ولذلك خصو يدخل التيران، وخاصة فريق الوداد يعطي جوف دمو، يعطي داكشي اللي عنده. أشوف اليوم جماهير، كنشوف قسما بالله العلي العظيم، إلا كنشوف جماهير كتمشي للتيران ما عندهاش فلوس، كتطلع في كيران ومضحية والطريق والعذاب وكتسلف باش تشوف فريق اللي كيدير الألقاب، باش تشوف فريق اللي كيقاتل، وفي الأخير بعض اللاعبين أو أشباه اللاعبين ما كيديروش اللي عليهم وما كيتقاتلوش. إذا في الأخير ماشي في الأخير، إذا أنا كنقول لهاد اللاعبين هاد الكرارس اللي ما بغاش يتقاتلوا، الله يرحم الوالدين، سيروا ديروا شي رياضة أخرى ولا خليوا ذاك الفريق، لأن الوداد محتاج، الوداد الراجل الأندية الكبيرة محتاجة اللاعبين اللي غيحاربوا ويقاتلوا. يعني خصنا نكونوا واقعيين، الان كنعرفوا بان الاهلي والزمالك والفرق الكبار راه ماشي في اوج العطاء، سيتادير خصنا نكونوا مهيمنين، خصنا نهيمنوا كيف ما هيمنت الكره المصريه والتونسيه. خص الرجاء، خص الوداد، خص يكونوا في البوديوم، يكونوا في البوديوم ديال افريقيا ويمشيوا للفينال ديال اقل حاجه اللي كنا نشوف الرجاء والوداد في الفينال، وخصهم هذه شي حاجه اولي. وعموته ما يخفش عليه هذا الشيء، عموته اكيد عموته ان شاء الله. شوف اللي جا في المقله يتقلع، انا متاكد باللي ان شاء الله عموته غيكون في الموعد، والبنزرتي غادي يكون في الموعد. وعلاش لا نشوفوا نهائي هذا العام غتكون زوينه داك الشيء. كنفضل تواجد الجيش، راه شفنا الجيش بونيكيب الماس بونيكيب تبارك الله هذا العام، راه كلشي موجود مزيان، هذا الشيء كله في صالح الجمهور المغربي، صالح كره، صالح كره القدم المغربيه اللي دابا البطوله ديالنا تبارك الله راه تقريبا هي الاولى في الافريقيه. وعلى ذكر هذا الامر هذا اخويا عبد المولى، دابا نكونوا واقعيين، دابا حنا جينا نهضروا باللوجيك، المنتخب ديالنا اللي كيلعبوا فيه لعابه محترفين، لعابه محترفين، لا منتخب لا لا غنعطي واخا انا على ديك فوالا فوالا تستخلف دوز المنتخب ولا بس يا شنو بان لك زكريا بتعيد وليد الركراكي كان كيدرب الوداد وكان مع الوداد وربح الزمالك والاهلي اللي كيكونوا منتخب ديال مصر. اذا منتخب ديال مصر اللي كان قصانا، اللي كان قصانا. اذا الخلل فين كاين؟ بلعابه ديال الوداد والرجاء استطعنا اننا نفوزوا، الوداد استطعت انها تفوز بلعابه ديالها فقط باش بعصبة الابطال، وفاز على الاهلي وعلى الزمالك باش نكونوا واقعيين، والزمالك الي روتور. اذا الخلل فين كاين؟ الخلل هو ما كنامنوش باللاعب المغربي، الله يرحم الوالدين، ما كنامنوش باللاعب المغربي. الان الركراكي جا في الوقت المناسب باش يعطي فرصه للاعب المغربي، واحسن تصريح قال وليد الركراكي وعجبني في ذاك التصريح، وكنحيي وليد الركراكي اللي عنده يدخل، ماشي انا لعاب جاي من ما عرفت شنو حقه هو الاول، لا حنا باش نزيدوا لقدام نحيدوا التخلويط. اول نقطه اللي خارجنا على المنتخب هي التخلويط، سالينا الركراكي في جا الوداد العم متفاجئ الوداد حي التخلويط حي التخربيق داو عرصه، كذلك شفنا في الرجاء في عهد الشابي. دونك الركراكي كيامن عندك تلعب، هادشي اللي بغينا حنا، هادشي اللي كيطالبوا الجماهير، الجماهير المغربيه اللي كتخسر فلوسها اللي كتضحي ولا غادي تمشي لروسيا ولا غادي تمشي لقطر، عفوا اللي غادي تمشي لقطر ولا غادي تضحي ولا غادي ما عرفت شنو باش تشوف منتخب كبير، باش تشوف منتخب اللي غيشرف. حيت عباد الله عيب وعار مده طويله ما بقيناش شفنا دوزيام تور، عندنا امكانيات، حنا دائما حقا بلجيكا حقا كرواتيا، حنا عندنا الامكانيات باش تكون احسن من بلجيكا واحسن من كرواتيا، وقسما بالله لو امنا بالحدود ديالنا راه شفنا منتخب الجزائري اللي كان داز دوزيام تور وكان لعب ماتش كبير مع المانيا، شفنا اللاعبين ديالو شكون كان كيتكون، راه ما كانش عندهم رونالدو ميسي، ما كانش عندهم رونالدو نيمار، ولكن عندهم لعابه ولاد البلاد وجيبها محرز وشي لعابه قلال منها. حنا عندنا زياش ها
عندنا بونو احسن حارس في اسبانيا ان لم اكن مخطئ، وعندنا لعبة واعي محترفين، وعندنا لعبة ديال البطوله، وعندنا داري داري اشرف داري راه وقف الاباطره ديال افريقيا في اهلي اللي ضربونا في المنتخب. وعندنا اذا حنا علاش ما كنامنوش بالمنتخب ديالنا؟ اول خطوه دارها السيد فوزي القجع اللي كنحييه للمجيء ديالو الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم، مجيء يشكر عليه. ما شوف الا قلت شي واحد العكس كنقول ليه انت ما كتفهمش في الكره، لان المجيء ديال القجع اول حاجه دار هي انه حارب هذا الفساد الكروي اللي كاين في الكاف. الان ولينا كنشوفوا الانديه الوطنيه ما كتظلمش في الكاف، نادرا في كنشوفوا هذا الظلم. اخر ظلم شفنا ديال الاهلي ضد الرجاء في ماسا، مي من غيرها راه شفنا كيفاش الفينال تلعب عندنا هنا، كيفاش كاس العالم الانديه تلعب عندنا هنا، كيفاش المهم بزاف الامور تطور في مجال الكره. اذا القجاع دار خطوه زوينه، سامع الجماهير، هذاك المدرب هذاك حالي لوزيت هذاك ما عرف شنو اللي ما كيفهم والو في التدريب اللي جا كيعرف في المغاربه، المغاربه راه رجال احسن منه، احنا مسلمين الحمد لله كنحبوا بلادنا، كيجي واحد كيعير كيستحمر الشعب جري عليه فاش عار باي باي، احنا اصلا فاش عار باي باي، بعدما نبقاو نديروا مدرب اللي كيعير الشعب المغربي. هذه اولا باش نكونوا واقعيين، استجب للخدمه. دابا جبتي الركراكي، ايوا فاش جبتي الركراكي خاص الركراكي الان رجل المرحله، نتمنى رساله لوليد الركراكي. انا وليد الركراكي قسما بالله رجل متواضع مرضي الوالدين الله يسهل عليه، انا تلاقيت معاه وفخر ليا باش قال لي كنعرفك، انا فرحت لان باش يعرفك مدرب ديال الوداد اونسيان جوار في المنتخب قسما بالله الا شرف ليا. علاش؟ حيت الطريقه باش كيهضر طريقه اوروبيه، السيد مكون في اوروبا، ماشي كنحتقر حنا المسلمين والعرب هما الاولين، ما كنقولش شي حاجه العكس، ولكن التكوين ديال الكره راه عندنا ناقص بارابول هذوك الناس. دونك هو تكون في اوروبا، فاش لعب في المنتخب فاش جا لهنا كنشوفوا كيفاش السيد جا الفريق الوداد وجا الفتح وكيفاش صنع واحد الاسلوب ديال اللاعب. الركراكي راه شفناه في الفريق في المنتخب في الوداد كيفاش صنع اسلوب اللاعب. نتمنى من وليد الركراكي يفرحنا، انا كنقوله هذا اللايف غيبقى ان شاء الله في هذه الليله الجمعه مشهود على هذا اللايف هذا، انني كنقول والد الركراكي بغينا يفرحنا لانه مدرب عنده ما يقول ومزيان فاش تقنع فيه. لكن اي واحد كيشوش كيدخل وكيبدا يكتب كومنتارات خايبين حق هذاك السيد راه سقات لي هنا، نكونوا متفائلين الله يرحم الوالدين، نتفائلوا بفريقنا وان شاء الله احنا قادين نمشيو بعيد. الحاجه اللي خص هي انسجام، وخاص والد الركراكي هنا غتخدم التجربه الاوروبيه ديالها. وهنا غنبغي نقول من هذا المنبر تحيه لك وليد، تحيه للوداديين اللي كانوا وراك، لان نجاح والد الركراكي من بعد الله تعالى والوالدين راه كان جمهور الوداد، حيت كنت كنشوف جمهور الوداد كيفاش كيشجع والد، وكنشوف كيفاش والد الركراكي كيفاش كيتعامل مع جمهور الوداد، وهذا الشيء اللي ولينا كنشوفه نادرا في البطوله الوطنيه، ان مدرب كيمشي كيكون علاقه بين المدرب والجمهور كيشي الشبكه كيتماركه في الشبكه كيضحك حتى هو فاش كيشوفو مثلا خاسر ولا تهزات النفسيه ديالو كيعطيه ذاك الدعم كيعطيه كيوفر ليه كل شيء. واكبر الله يحفظك، شكرا 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 شكرا، كنشكرك على الكلمات الزوينه. الله يحفظك الله يحفظك السي المولى، مشاهدينا الكرام كل الدعم لمنتخبنا الوطني، كنشكر خونا زكريا مولى تحيه لاحسن اذاعه في العالم شوف تابع. الله يحفظك الله يحفظك الله عليك. اذا مشاهدينا الى